بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن استقبال رمضان. تكلمنا في اللقاء السابق من منطلق تحفيز أنفسنا وحثها وتحريك الأحاسيس والمشاعر فيها عن الغاية من فرض رمضان لعلكم تتقون، لتحقيق تقوى الله عز وجل من أقصر طرقها. تكلمنا عن التقوى وعن معناها وعن قدرها ومكانتها وعن ثمرتها في الدنيا والآخرة، حتى نؤهل أنفسنا ونعدها الإعداد الأمثل لترتقي إلى مستوى رمضان، فتدخل إليه دخولا صحيحا، دخولا مميزا، دخولا متقنا، كي نؤدي رمضان بقوة، كي نؤدي رمضان مميزا عن سائر رمضانات التي مرت علينا. دعونا إلى دخوله دخول مودع، على وزن صلي صلاة مودع، حتى ننجح في الحصول على تقوى الله عز وجل. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوتنا لأداء رمضان مميز، في دعوتنا للخروج بتقوى الله تبارك وتعالى. وهذا بالحديث عن ليلة، عن أول ليلة من رمضان وعن أول يوم، وكيف كان يحثنا ويوجهنا ويعلمنا كيف نؤدي رمضان مميزا. وقبل أن نشرع في بيان هذا من خلال سنته وما صح منها، نقول سيتم استطلاع شهر رمضان، ونريد هذه المرة أن نبين قبل استطلاع هذا الشهر العظيم المبارك قضية استطلاع الرؤية، وكيف أن العلماء أثبتوا أن الخلاف فيها سائغ معتبر،
فمن أهل العلم من قال بوحدة المطالع، وهم جمهور أهل العلم أن رؤية واحدة تلزم جميع المسلمين لظاهر الأدلة. ومنهم من قال لكل بلد مطلع على حدة، ولا نكارة على المخالف في هذه المسألة، فلهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة. ونحن نقول ونؤكد ونكرر، وإن كنا نرجح القول بوحدة المطالع لجمع المسلمين على رؤية واحدة ليفرحوا سويا بقدوم رمضان، وليفرحوا سويا بالعيد بعد رمضان، للتعبير عن وحدتهم واتحادهم كما هم أصلا وحدة واحدة في العقائد والشرائع، كذا في دخول الطاعات والخروج منها يتوحدون، لبيان عقيدة الولاء والبراء ووحدة الصف المسلم. لكننا نقول أيضا إن اختلفت المطالع والرؤى نأخذ برؤية بلدنا، والمسألة الخلاف فيها ساغ معتبر لا نكارة على المخالف. لماذا نأخذ بالقول الثاني مع وجود القول الأول الذي أقوى درءا للخلاف؟ لأن الخلاف شر، ولنا في صحابة رسول الله الأسوة، ففي المسائل الخلافية الخلاف المعتبر كانوا يتنازلون عن رأيهم وعن ترجيحهم حتى لا يختلفوا وحتى لا يدب الخلاف والفرقة فيما بينهم، لنفرح سويا في بلدنا بقدوم رمضان، ولنفرح سويا بحلول العيد بعد رمضان، حتى تكون الوحدة والاتحاد في البلد الواحد، لوجود نص وللشافعية أدلة عظيمة وقوية جدا باختلاف المطالع. فندعو الله عز وجل أولا أن يجمع المسلمين على رؤية واحدة، وأن يولف بين قلوبهم، وأن يهديهم لهذا العمل الذي رمز من 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 رموز وحدتهم وألفتهم. وإن كان ولا بد من اختلاف المطالع، فسنأخذ برؤية بلدنا كما قلنا مع ترجيحنا للقول الثاني، ولا ننكر على من أخذ به شريطة أن لا يجهر بصيامه ولا بفطره في الرؤية الثانية لشوال، حتى لا نختلف وحتى لا يكون الشقاق ولو في البيت الواحد. كلنا يحترم رأي الآخر ويقدره، ولا يجهر عليه ولا يعنفه ولا ينكر عليه من قريب ولا من بعيد. وتعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منه كيف كان يعدنا وكيف كان يرشدنا صلى الله عليه وسلم لاغتنام رمضان في ليله وفي نهاره، كي ننجح في الوصول إلى تقوى الله عز وجل. فبعد أن تثبت الرؤية سواء بوحدة المطالع أو باختلاف المطالع في بلدنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا جميعا ببشرى عظيمة فيها تحفيز وفيها ترغيب وفيها تشويق وفيها دعوة للجد والاجتهاد وتحصيل الخير والأجر والثواب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إذا كان أول ليلة من رمضان بعد ثبوت الرؤية مباشرة صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء يعني من النار، وذلك في كل ليلة يعني من رمضان. هذا الحديث من البشر العظيمة التي فيها حث لنا وإعداد لأنفسنا كي نغتنم الفرصة. فطالما اشتكونا من هذا العدو المتربص، وكم من مرة أوقعنا في شباكه وفي مكره وكيده وأساليبه الملتوية وحيله، وكم مرة قطع علينا الطريق وثبطنا وحبطنا وعطلنا وأدى إلى أننا تركنا بعض الواجبات والحقوق، هذه المرة هو مسلسل ومقيد في قيوده لا يصل إلى الموحدين إلى المؤمنين الصادقين كما كان يصل إليهم قبل رمضان. وهذه بشرى عظيمة أن تقوم يعني من رقاد طال، أن تنتبه من غفلة كانت كبيرة، أن تعقد العزم هذه المرة على اغتنام الفرصة، فعدوك الأول سيسلسل ويقيد ولن يصل إليك. فماذا تنتظر؟ فرصة ما بعدها فرصة. ولذلك رسول الله يقرع سمعك بهذا الحديث الثاني، البشرى الثانية العظيمة الجميلة، يا باغي الخير، يقول لك فيها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
دعوة عظيمة مباركة لك أيها المسلم، وأنت الذي يعلم من نفسه ماذا صنع وماذا جنى وماذا ارتكب وماذا كان منه في السنة الماضية وفيما قبلها. نعم، تأتيك فرصة كهذه يدعوك فيها صلى الله عليه وسلم لتنال المغفرة الواسعة، شريطة أن تؤدي رمضان إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. يغفر لك كل ما تقدم من ذنبك، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك أقول فرصة، إن لم تتحفز بهذا الحديث فماذا تنتظر؟ فرصة كهذه تأتيك أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك بمجرد أن تنتوي بصيامك ابتغاء مرضات الله عز وجل والأجر والثواب، تنال هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. فهذه فرصة ينبغي أن نعض عليها، وينبغي أن نهتم بها، وينبغي أن نحرص على تحقيقها كما ينبغي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا وحدثنا عن أمر النية في رمضان، وكيف نستحضر النية الصالحة التي نفرق بها بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها وبعض، حتى ننطلق منها إلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل ليكون القبول للأعمال. انظر إلى هذا المعنى العظيم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، قالوا هل لرمضان نية واحدة طوال الشهر، ولا لكل يوم نية على حدة في كل ليلة من ليالي رمضان؟ أولا، القول الأول أنه يلزمك لكل يوم نية في أي جزء من أجزاء الليل السابق لليوم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، تستحضر نية لتتدرب وتتعود على استحضار النية قبل الشروع في العمل، ليكون هذا أقرب إلى الوصول إلى مقام الإخلاص بإذن الله تبارك وتعالى، وبالتالي قبول العمل. وهذا قالوا عليه أدلة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت، اسمع، الصيام من الليل فلا صيام له. وقالوا في الرواية الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قالوا: إذن أنت ملزم بتبييت النية. طبعا أنتم تعلمون أنه لا يجوز الجهر بالنية، والنية محلها القلب، ولا يجهر بها في أي عمل من الأعمال، لا صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا أي شيء، إلا في الحج عند الميقات تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، على اختلاف المناسك الثلاثة المعروفة. أما في باقي الواجبات التي كلفت بها تنتوي النية في قلبك، وربك يعلم السر وأخفى. ولذلك العلماء يقولون استحضر لكل يوم النية في أي جزء من أجزاء الليل، فهذا أدعى للوصول إلى الإخلاص وبالتالي إلى القبول بإذن الله تبارك وتعالى. والقول الثاني يقول أنه يكفي نية واحدة لرمضان بأكمله، بعد ثبوت الرؤية تنتوي أن تصوم الشهر بتمامه وكماله، إن لم يحدث عذر شرعي يعني يعطيك الرخصة في الفطر مثلا، فهذه النية تكفيك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى صيام الشهر كله صح هذا له. نحن نقول هذا القول معتبر أيضا، لكننا نرجح القول الأول. كن حريصا على استحضار النية لكل يوم على حدة في أي جزء من أجزاء الليل. حدث نفسك، حرك هذا في قلبك وحسيسك ومشاعرك، أنك تصوم ابتغاء مرضات الله، أنك تصوم لله تبارك وتعالى احتسابا للأجر والثواب عنده، وطلبا للجنة ولمرضاته سبحانه وتعالى، لأن هذا معنى عظيم. ولذلك اسمع في الأثر: نية المرء خير من عمله. قد تكون هذه النية أفضل من العمل، لأنه قد تكون نية صالحة وصحيحة لكن لم توفق للعمل لمانع يخرج عن إرادتك، فبنيتك تبلغ العمل بإذن الله تبارك وتعالى، وتصل إلى الدرجة يعني التامة في تحقيق العمل. ولذلك قالوا، ورد في الأثر، اسمع إلى هذا المعنى: لربما عمل عظيم جدا في أعين الناس حقرته النية لكونها فاسدة أو لكونها حملت مقاصد أخرى، وربما عمل صغير لا يلتفت له انظر عظمته النية فكان عظيما وكان نافعا مفيدا لك في الدنيا والآخرة. فاستحضر هذا المعنى، وانظر إلى الحديث الذي سبق: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحدث نفسك بهذا المعنى من الآن، واعقد العزم أنك هذه المرة ستصوم ابتغاء مرضات الله وابتغاء الحصول على الأجر والثواب والجنة، وابتغاء أن تكون فعلا من الناجحين الذين سيحصلون على تقوى الله عز وجل. بعد أن بين صلى الله عليه وسلم لنا أمر النية وأهميتها، شرع في دعوتنا إلى عمل عظيم مبارك
كم لنا فيه من الأجر والثواب الذي قد لا يخطر لنا ببال. دعانا صلى الله عليه وسلم إلى قيام رمضان، دعانا إلى صلاة التراويح بهذه الطريقة الجميلة، كما في الحديث الطويل يتكلم عن رمضان فيقول في نهايته: إن الله تبارك وتعالى افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. أنا سننت لكم قيام رمضان كسنة مؤكدة عنه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي القيام في رمضان وفي غير رمضان، وصلى بهم جماعة يعني أكثر من مرة، ثم امتنع حتى لا يعني يفرض عليهم فيكون فيه مشقة. فلما قبض عليه الصلاة والسلام وأمنوا أنه لن يفرض، جمعهم عمر على إمام واحد، وكانت صلاة الترويح بهذه الكيفية التي وصلت إلينا حتى الآن. فالشاهد أنه دعانا لقيام رمضان. لماذا يا رسول الله؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك لقيام رمضان. أنت في العام الماضي قمت رمضان وصليت رمضان، لكن ماذا بعد رمضان الماضي؟ انتكست وتراجعت وتركت القيام، ويعني ايش البديل؟ انت تعلم من نفسك ما هو البديل. لماذا؟ لانك لم تدخل الى قيام رمضان بنية صادقة، بعزم اكيد، ولذلك سرعان ما انتكست وتراجعت وتركت القيام. لا، رسول الله اراد لك ان تدخل الى مدرسة القيام. لماذا؟ لتتعود وتألف وتحب هذه الطاعة لتمارسها بعد رمضان، فلا تتركها ابدا، لأنك تحبها وتتذوق طعمها وتتمتع بها بين يدي المولى تبارك وتعالى والناس نيام. إذن هذه المرة نريد من الآن أن نبيت العزم ونعقد النية الصالحة أننا سنقوم رمضان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما حثنا من قام اسمع أو من صلى مع إمامه حتى يوتر فقد كتب له قيام ليلة. يعني تمكث على إمام واحد، تصبر نفسك، تحبس نفسك على طاعة الله، لا تترك إمامك وتبحث عن الأخف وعن الأسرع، والبديل معروف كما تعلم من نفسك جيدا. فاتق الله في نفسك هذه المرة، وقم بحبس نفسك في مكان واحد تستمع فيه إلى القرآن خلف إمامك حتى يوتر، يكتب لك قيام الليل بأكملها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على من وفق لهذا. فلذلك نقول احرص على تثبيت نفسك وعلى تصبيرها على قيام الليل، ولا تتبع الرخص وتبحث عن الأسرع وعن الأقل يعني في عدد الركعات أو في القراءة، لتذهب إلى بدائل كلها من الغث، كلها من الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كلها من منطلق تخطيط يعني خلفاء الشيطان والعياذ بالله تعالى، الذين أعدوا لك العدة لتترك القيام وتلتفت إليهم. فاتق الله في نفسك، فقيام الليل مدرسة تتربى فيها على المعاني العظيمة، ولك فيها من الأجر ما لا يخطر لك ببال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. اسمع، فيه تكفير الذنوب يعني الماضية، وفيه أيضا منهات عن الإثم. يعني إيش منهات عن الإثم؟ يعني يحول بينك وبين المعاصي، يجعلك إنسان منضبط، إنسان مستحي، إنسان منكسر. لأن الذي خلى بربه والناس نيام لا شك أنه لا يجرى على معصيته والناس أيقاظ، إنسان منضبط وإنسان مثالي بكل معاني الكلمة. فاحرص على الولوج في مدرسة القيام، لأنه أيضا وفيه مطردة للداء من الجسد، يعني فيه شفاء من أي مرض من أمراضك ستشفى بالله تبارك وتعالى. ويكفي أن تسمع لا يقوم الليل منافق، ويكفي أن تسمع شرف المؤمن قيامه بالليل، شرفك الحقيقي الذي تتشرف به يوم القيامة وتعلو به في درجتك عند الله عز وجل هو قيامك بالليل. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه في استغناه عما في أيدي الناس كما في الحديث. لذلك احرص، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. لذلك احرص أن يكون لك نصيب من قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وبالتالي ادخل إلى رمضان بنية أن تواصل القيام بعد رمضان، ستوفق. لأننا كما قلنا: من يصدق الله يصدقه. إذا كان عندك نية صادقة أنك تريد أن تتربى على القيام وتتمتع بالقيام، ستحب القيام وستواصل القيام بعد رمضان. أما إن كنت تؤديها أداء روتيني أو عادة أو عرف أو تقليد، فلا شك أنك سرعان ما تنتكس كما انتكست في رمضانات كثيرة، وترجع إلى سيرتك الأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبك في النوم بعد التراويح،
ويكره لك السهر في غير طاعة لله تبارك وتعالى أو في غير أداء واجب أو حق كلفت به، ويحذرك ربك تبارك وتعالى من أعدائك من شياطين الإنس. نعم الشياطين مسلسلة ومقيدة ولا تصل إليك كما كانت تصل قبل رمضان، لكنهم قبل أن يسلسلوا جندوا أناسا من شياطين الإنس فأعدوا لك العدة ليلفتوا يعني نظرك إلى ما أعدوه لك من الغواية والإضلال والتزيين والشهوات والأهواء ليصرفوك عن حقيقة رمضان. فربك يحذرك، اسمع إلى القرآن، ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظر إلى هذا الكم الرهيب من المسلسلات والفوازير والأفلام والمسرحيات والبرامج والدورات والمباريات والسهر على الكوتشين والضمن والشطرنج والجلوس على المقاهي والتسكع في الطرقات والقيل والقال والغيبة والنميمة، هذا لا يليق أبدا. اتق الله في نفسك وحاول أن تغلق هذا الجهاز في هذا العام، غلقه مرة واحدة قولا واحدا حتى لا يقطع عليك الطريق، لأنك محل منافسة، هم يعملون طوال الليل وطوال النهار يتنافسون عليك، فضيع لهم فرصة وقل لهم بصوت مرتفع خلوا بيني وبين ربي، لا أريد هذا العبث، هذه المرة أريد أن أصالح ربي، فلنفتح هذا الجهاز في هذا العام حتى أتفرغ لأداء رمضان مميز، حتى أنجح في أخذ رمضان بقوة، حتى أؤديه أداء متقنا يؤدي إلى حصولي على تقوى الله عز وجل. فخذ القرار وكن حازما مع قطاع الطرق هؤلاء، مع السراق هؤلاء، وحافظ على نفسك وعلى أهلك فأنت مؤتمن، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع، اتق الله في أهل بيتك، لأن هذه الفضائيات تتنافس على جذبهم وعلى التنافس عليهم لصرفهم عن حقيقة رمضان، وأنت المسؤول الأول بين يدي المولى تبارك وتعالى. فكن حازما قويا، خذ القرار، لا تتردد، لا تخشى في الله لومة لائم، سترى ثمرة عظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. رسول الله ينصحك أن تنم مبكرا ليوقظك صلى الله عليه وسلم في أول ليلة على وجبة مباركة عظيمة، كما في الحديث يقول لخادمه أنس: يا غلام هلم إلى الغداء المبارك، أي إلى السحور، حتى تستيقظ إلى السحور هذه الوجبة المباركة التربوية الإيمانية التي فيها من الخير ما لا يخطر لك ببال. مع الأسف كثير من الناس يقول الحمد لله أنا لا أتسحر، على الخيبة لا تتسحر، تترك البركة وتقول أنا لا أتسحر. تسحر ولو على تمرة، ولو على شق تمرة، ولو على جرعة ماء، نعم سحور العبد المؤمن التمر ولو على تمرة، رسول الله يبشرك. لماذا يا رسول الله؟ اسمع الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. إيش هذا المعنى؟ إيش المعنى المقصود؟ قالوا بركة حسية وبركة معنوية. رسول الله يعلمك أن تؤخر السحور لنيل هذه البركة بنوعيها. اسمع إلى الحديث: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. لماذا يا رسول الله نؤخر السحور؟ اسمع: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله عز وجل يصلي عليك، وصلاة الله رحمة ومغفرة، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، كل هذا يريدك أن تتسحر في آخر جزء من الليل. لماذا يا رسول الله؟ لتنال البركة الحسية، أي تتقوى ببعض اللقيمات فتعطيك حراريات وطاقة وحيوية ونشاط تتقوى على صيامك. ولتنال البركة المعنوية، إيش البركة المعنوية؟ هذه الساعة الأخيرة من الليل من أشرف الساعات عند الله عز وجل، جوف الليل الآخر، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مؤمن مسلم موحد يدعو الله بخيري الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، وذلك كل ليلة. انظر، ولذلك يدفعك دفعا إلى أن تنال هذه البركة العظيمة وقت النزول الإلهي، كما في الحديث الصحيح المشهور: ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر، ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله على نحو ما أثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ انظر إلى هذا المعنى، تدعى لهذه البركة وأنت طوال السنة تغط في نوم عميق، لا تلتفت لهذا الوقت الشريف ولم تتحرى ولم تنتبه له. فلذلك يربيك عليه الصلاة والسلام طوال ليالي رمضان في 30 ليلة أو في 29 ليلة أن تستيقظ في آخر ساعة من الليل لتتأهب لهذا الوقت المبارك، لدعوة صالحة، لتضرع، لركيعات، لتأكل لقيمات، يعني تستعد لصلاة الفجر التي كم ضيعتها فيما مضى من عمرك.
كم ضيعت صلاة الفجر؟ لا أقول يعني في البيت في الجماعة فضلا عن الذين يصلون في البيت، فضلا عن الذين لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس. أراد لك أن تتربى، أن تعد، أن تهذب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا معنى عظيم ومعنى راقي جميل، احرص عليه ولا تضيع هذه الفرصة، ولا تقول الحمد لله أنا لا تسحر، لا، احرص على السحور ولو بلقمة، ولو يعني شق تمرة، ولو بجرعة ماء، ستنال هذه البركة العظيمة لله تبارك وتعالى. تصلي الفجر في جماعة ثم تمكث تذكر الله عز وجل في مصلاك، ولك من الأجر ما لا يخطر لك ببالك، أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما في الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى في مصلى حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين من الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث عند الترمذي. انظر إلى هذا المعنى العظيم الجميل. ثم قبل أن تشرع في يعني ذهابك إلى عملك وإلى شؤونك وإلى حالك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك أن الأمر ليس قاصرا على الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، القضية أكبر من ذلك، الصيام أكبر من ذلك. يقول في الحديث الصوم جنة، يعني وقاية من النار، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق، يعني ذنوب معاصي صغار وكبار، فلا يفسق ولا يرفث، المقدمات المعروفة مقدمات الجماع والمباشرة والجماع، فلا يفسق ولا يرفث ولا يجهل، يعني لا تحتاج على أحد بسب أو بعنف أو بكلام أو يعني تصرف، لا، وإن سابه أحد أو شاتمه أحد، اسمع، فليقل إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. رسول الله يعلمك أن القضية ليست امتناع عن طعام وشراب، لكن القضية أكبر من ذلك. ولذلك في حديث جابر الموقوف، اسمع، إذا كان يوم صومك فليصم، اسمع، لسانك وسمعك وبصرك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء، لا، القضية تختلف تماما. الصائم إنسان مثالي منضبط، منضبط تماما، الأمر لا يقتصر على الطعام والشراب والجماع، بل على صيام السمع، صيام البصر، صيام البطن، صيام الفرج، صيام اليد، صيام القدم، صيام حقيقي يؤدي إلى الوصول إلى قمة المثالية. من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكر في القضية، قضية في منتهى الخطورة تحتاج إلى أن تنظر لها بعين الاعتبار. فالقضية تحتاج منك إلى وقفة مع نفسك، لا يكون صيامك كصيام العادة فيما مضى من عمرك، لابد أن يظهر عليك هذا المعنى في نهارك حتى تكون منضبط كما بين لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لأمته، نعم، أهمية ضبط النفس في رمضان والحرص على التحكم فيها فترتقي إلى هذا المستوى المبارك حتى أنها لا ترد على من أساء إليها بقولها إني صائم إني صائم إني صائم. صيامي يمنعني من النزول إلى هذا المستوى ومن الرد على الإساءة مثلها، فنخاف على أن أجرح صيامي، لذا لا أنزل إلى هذا المستوى بحال من الأحوال. هكذا كان يعلمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحثهم في نهار رمضان على اغتنام هذا الوقت في الأداء الأمثل في كل نواحي الحياة. فمع الأسف الشديد كثير من الناس، كثير من المسلمين يعتبرون رمضان رخصة للكسل وللنوم وللتفريط في الأعمال والحقوق والواجبات وتعطيل المصالح سواء العامة أو الخاصة. هذا لا يجوز يا إخواني، هذه صورة سيئة، هذه صورة لا تقبل، رمضان لا يدعو لذلك. الناس مع الأسف فهموا رمضان خطأ. رسول الله دعانا إلى أن رمضان يرتقي بنا إيمانيا وروحانيا ويجعلنا أكثر قربا من الله عز وجل وأكثر حرصا على الأداء الأمثل والإتقان والأداء بأمانة وأداء الواجبات والحقوق والحرص على المصالح العامة والخاصة. لكن مع الأسف الناس فهموا خطأ. من أول رمضان أناس ينامون طوال النهار
وأناس وإن ذهبوا الأعمال ذهبوا متأخرين وزوغوا مبكرين وأدوا أثناء العمل أداء مبتور خالي من الأمانة والإتقان. من عمل منكم عمل فليتقنه، رسول الله يرغب في هذا المعنى وينهى عن الأداء الأبتر، عن الأداء الأشل الذي يعطل المصالح. هذا لا يجوز يا أخواني بالمرة. فرمضان ليس رخصة للنوم ولا لتعطيل مصالح الناس ولا للأداء الأبتر الأشل الذي لا يؤدي الواجبات والحقوق في أكمل صورها. المفروض أنك في رمضان أكثر إيمانا وأكثر روحانيات، فمقبل على ربك حريص على ما يرضيه، تؤدي بإتقان وبأمانة على أكمل وجه. هذا لابد أن يعرف ويعلم للناس. كثير من الناس يجهل هذه القضية المهمة ويفرط فيها تفريطا شديدا. لذلك نقول احرص أن تؤدي بأمانة، وإلا وقعت في المحذور، وقعت في الحرام والعياذ بالله تعالى، لأنك مفرط فيما كلفت به من أداء حتى لو كان قطاع عام أو قطاع خاص. لابد أن تؤدي بأمانة، لأنك مؤتمن ولأنك موكل ولأنك ستسأل عن عملك هذا. فأي تفريط أو إفراط في المقابل لا يقبل منك بحال من الأحوال. أنت مطالب أن تكون في رمضان صورة مثالية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يدعوك إلى البذل وإلى الإنفاق وإلى أن تكون جوادا كريما. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، كان أجود الناس وكان أجود من الخير، يعني بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يقول المرء في ظل صدقته. فأنت تحتاج في رمضان إلى إعداد نفسك إعدادا جيدا، لتبذل، لتنفق، لتوسع الفقراء والمساكين، ولتدخل الفرح والسرور على الأيتام وعلى المعدمين، ولتفطر الصائمين. لك في هذا الأجر، فمن فطر صائما فلو مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا ولو على شق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. حاول أن تفطر الصائمين، أن تدخل عن الفرحة والسرور، وأن يكون لك منهج يومي في البذل. يوميا تخرج صدقة، يوميا تفطر صائم، يوميا توسع على مسكين، على فقير، يوميا تدخل فرح وسرور على يتيم. حاول، لأن هذا هو الشهر العظيم الذي تتمرس فيه على حب الإنفاق والبذل والجود والكرم، متمثلا بسنته عليه الصلاة والسلام، مقتديا به. مع مرور الساعات وقرب نهاية اليوم، رسول الله يرغبك في قراءة القرآن ويحثك عليها، ولعلنا نفصل فيها في مرة أخرى بشيء من التفصيل. لكن اعلم أن هذا كنز عظيم لك في رمضان، تجمع به بفضل الله تبارك وتعالى ملايين الحسنات، لأن رمضان ميز بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاحرص على أن تتدارس القرآن في رمضان بتدبر، تدع كل النشاطات الأخرى وتقبل على كتاب الله قارئا متدبرا، نعم متأملا، متعظا معتبرا، عاملا داعيا للعمل به، لأنها فرصة قد لا تتكرر لك. وأنت على هذه الحالة، المؤشر الإيماني مرتفع والنفس منكسرة، وتجد على الخير أعوانا، وعندك حرص على طاعة الله، والصيام يدفعك إلى القرآن، لأن الرباط بين القرآن وبين الصيام وثيق، كما قال عليه الصلاة والسلام: القرآن والصيام يشفعان العبد يوم القيامة. ورسول الله رغبك في قراءة القرآن لتجمع ملايين الحسنات من أقصر الطرق بأقل مجهود بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع إلى الحديث وتأمل فيها جيدا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما تريد شافعا لك بين يدي المولى تبارك وتعالى؟ القرآن يشفع لقارئه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قالت عائشة: ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. تأمل في هذا الفضل وفي هذا الشرف. اسمع إلى رسول الله يرغبك: من قرأ من كتاب الله حرف، اسمع، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قد تقول: أنا لا أحسن القراءة، أنا أكسر أو أتتعتع. أقول: أبشر، ولكن تعلم أيضا. الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة، مع الملائكة، مع هذه الوجوه الطيبة، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق يتتعتع فيه، له أجران: أجر المشقة وأجر القراءة، مع دعوتنا له أن يتعلم. فاحرص أن تقرأ من القرآن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لتصل إلى أكبر كم من الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى. مع قرب ساعات الغروب نفتش في أمر مهم، يا ليتنا ننتبه له: علام ستفطر أيها المسلم. هل أنت من الذين سيفطرون على
البيوع المحرمة، المخدرات مثلا، الربا، من الذين سيفطرون على النصب وعلى الغش وعلى السرقة وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل حقوق للناس، على ما ستفطر؟ فتش في نفسك، فإن كان فطرك على حرام لا شك أنك ضيعت على نفسك الصيام، وليس لك من صيامك إلا الجوع والعطش، وربنا تبارك وتعالى غني عنك وعن صيامك. فتش في نفقتك، فتش في طعامك، فإن كان من حلال فهنيئا لك وأبشر، وإن كانت الأخرى فاتق الله في نفسك وتحرى النفق الحلال ليقبل منك الصيام، لأن الحرام يحبط جميع الطاعات والقربات فلا تقبل عند رب الأرض والسماوات. فتش في هذه القضية جيدا قبل أن تقبل على إفطارك مع قرب لحظات الغروب. يدعوك صلى الله عليه وسلم إلى التوجه إلى المسجد، ولا تكن كالكسالى الذين يجلسون بجوار المائدة قبل المغرب بنصف ساعة ينظرون إلى ما لذ وطاب من الطعام والشراب ويضيعون صلاة المغرب. لا، هذا لا يصح، فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن سمع النداء ثم لم يصلي فلا صلاة له إلا من عذر، إن لم يكن عندك عذر شرعي كالمرض المقعد أو المطر الشديد الذي يحول بينك وبين الوصول، أو عدو متربص بك تخشى أن تقتل أو يعني يصنع بك ما لا طاقة لك به. ما عدا ذلك لا يصح لك أن تصلي في البيت، ولا تقول للإفطار أولا لا، طعام أولا لا، هذا مرفوض. رسول الله يدعوك للذهاب إلى المسجد، ويدعوك ويرغبك في معنى عظيم استمع له بإنصات لتستفيد لتتعلم. وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. أخي الحبيب، أنت في مس الحاجة إليها، الأسرة، الراحم، المجتمع، الأمة بأسرها تحتاج منك إلى دعوة خالصة عسى تقبل فتغير وجه التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى. دعوتك عند الفطر قالوا يعني يصح أن تكون من قبله مثلا بربع ساعة، بعشر دقائق، بخمس دقائق، لحظات الأذان حينما تضع التمرة أو الرطب في فيك وتشرع في الدعاء، تتضرع في هذا الوقت المبارك. كم ستتأخر عن العشاء؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة؟ اصبر يا أخي، هذا شهر الصبر، صبر نفسك، الدنيا يعني لن تطير، والطعام موجود، وفي البيت والذي أتيت به سيوضع أمامك، فلا تكن متعجلا مندفعا متسرعا وتضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة، فلربما تكون من العتقاء، ولله عتقاء يعني من النار، وذلك في كل ليلة. فكن أنت من الحريصين على هذا المعنى، تمثل هذه الدعوة. ولولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فدعاؤنا يا أخواني يعرضنا للنفحات والرحمات وللقبول وللتوفيق والسداد. اسمع إلى الربع الذي جاء في الحديث عن رمضان في آخره ماذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والإعلان المفصل في هذا أيضا، لكن الشاهد اغتنم هذا الوقت، صلي في جماعة، في جماعة المسجد، ثم عد وافطر. هكذا رأينا منهج النبي في ليلة ثم في يوم. بالله عليكم ماذا تقولون في هذه الشخصية، شخصية المسلم الصوامة القوامة المقبلة على كتاب الله، الحريصة على سنة رسول الله، الباذلة المنفقة، المؤدبة الخلوقة، التي لا ترد حتى على الإساءة بمثلها. هي والله هذه الشخصية التي تؤدي إلى الوصول لتقوى الله عز وجل. هي والله أمل الأمة في الإصلاح والتغيير والارتقاء، والذي نفسي بيده. لو نجحنا في تحقيق شخصية المسلم في رمضان على نحو ما ذكرنا في ليلة وفي يوم طوال الشهر، لتخرجنا بتقوى الله التي بها صلاح البلاد والعباد. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبلغني وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم مسكنا رمضان، اللهم وفقنا لأداء رمضان مميز، اللهم اجعلنا ممن يأخذونه بقوة، اللهم ارزقنا الصدق فيه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصدق فيه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصدق فيه يا رب العالمين، لأننا نعلم من شريعتك أن من صدق الله صدقه الله، فاللهم وفقنا وسددنا والهمنا التوفيق بفضلك يا رب العالمين فيه. اللهم اجعل رمضان هذا رمضان خير وبركة على المسلمين، اللهم اجمع شملهم فيه، وحد صفهم يا رب العالمين، وارزقهم النصر والتمكين والعز والرفعة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجمع اللهم شملنا على طاعتك، على كتابك، على سنة نبيك
اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز المقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.